السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. من ابن السيد البطليوسي؟ وما مكانته العلمية؟ وما مذهبه النحوي؟ ما آثار ابن السيد العلمية؟ وما أهمية كتبه المثلث، رسائل اللغة، الفرق بين الحروف الخمسة، والاكتظاظ في شرح أدب الكتاب، وإصلاح الخلل الواقع في شرح الجمل، وما منهجه وأسلوبه في تأليف تلك الكتب؟ سنناقش ذلك إذن مشاهدينا الكرام في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان ابن السيد البطليوسي العالم النحوي اللغوي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع ابن السيد البطليوسي العالم النحوي اللغوي. نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية، حياكم الله ومرحبا بكم. حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من الدوحة الدكتور محمد خالد الرهوي، الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية في جامعة قطر، حياكم الله وإطلالة جميلة دكتور، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله أستاذ نصير، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك. ونبدأ منكم أستاذنا دكتور حمدي، حدثنا بدءا عن سيرة ابن السيد البطليوسي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ابن السيد هو أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن السيد البطليوسي، السيد بكسر السين وسكون الياء، يعني في لغة عامة العرب الذئب، وفي لغة هذيل الأسد، والأنثى سيدة، والجمع السيدان. جميل. نعم. وبطليوس بفتح الباء والطاء وإسكان اللام وضم الياء حتى يضبطها المشاهد الكريم. بطليوس. بطليوس. فهو نسب إليها. فنسب إليها لولادته فيها. بطليوس. وأصله من شلب أو شلب. أصله. أصله. يعني بطليوس أصله. أين تقع دكتور بطليوس؟ بطليوس يعني كما يقول، نعم، في الأندلس، من أعمال ماردة على نهر آنا غربي قرطبة. نعم، منها خلق كثير من العلماء، منهم عالمنا اليوم، تقع اليوم على الحدود الشرقية للبرتغال. موقعها اليوم. موقعها اليوم، نعم. وكانت عاصمة بني الأفطس في عهد ملوك الطوائف أيام الخلافة الإسلامية عندما كانت ببلاد الأندلس. نعم. نعم، ينسب ابن السيد إليها لولادته بها. نعم. وتعلم، لا نعرف شيئا كثيرا عن نشأته الأولى، ولكن نعرف أنه بدأ تعلمه على يد أخيه، يعني من الذين علموه في بطليوس. نعم. أخوه أبو الحسن علي ابن محمد ابن السيد، الذي نهج له طريق البحث وفتق له سبيل الاستقصاء. وأخوه هذا كان مقدما في علم اللغة وحفظها والضبط لها. أسرته كما قلنا من شلب، أو كما يقول سمعت من أدبائها من يضبطها بفتح الشين شلب. شلب يقول. نعم. الحموي في معجم البلدان. نعم. ويقول أمرا عجيبا الحموي، يقول: وسمعت ممن لا أحصي أنه قال: قل أن ترى من أهلها من لا يقول شعرا ولا يعاني الأدب. ميزتهم يعني. نعم، ميزة أهل شلب. جميل. سبحان الله، يعني بالفعل عندنا بعض الأماكن وبعض البلدان، مثلا هذه القرية مشهورة بحفظ القرآن الكريم والقراءة القرآنية. صحيح. هذه القرية أهلها مشهورون مثلا بقول الشعر والزجل. هذا موجود في البلاد العربية. فعلا. كما هو موجود، لأن أهل الأندلس أغلبهم كانوا من البلاد العربية. صح. وخاصة من اليمنية. قال المقري التلمساني. نعم. مترجما له:
الفقيه الحافظ الإمام الأوحد أبو محمد، هو عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي، وشلب بيضته يعني أصله، ومنها كانت حركة أبيه ونهضته، وفيها كان قرارهم، ومنهم نم آسهم وعررهم يعني نما ونبت ونشأ، ونسب إلى بطليوس لمولده بها. ومن حيث كان فقد طبق الآفاق الأرض علما وملأها ذكاء وفهما. طبعا لا نعرف شيئا عن نشأته الأولى ولماذا ترك بطليوس واتجه إلى بلاد أخرى، لكنه اتصل بالأمراء في طليطلة، ثم اتصل بالأمراء في السهلة والشنتمرية، ثم في سراقسطة، وانتهى به الأمر في بلنسية، وفي النهاية ترك أمور الأمراء والحكام وصفى للعلم وأهله، وبدأ يعلم الطلاب العربية ويصنف، وذلك في بلنسية في النهاية. وكان توفي بها نعم. وكان ابن السيد يوصف بصفات معينة، كان يوصف بالشيخ الأستاذ والشيخ الإمام والفقيه الأستاذ لسعة اطلاعه ورسوخه في العلم. جميل. وتضلعه من المعارف. جميل. توفي نعم سنة 21 و500 من الهجرة، ومولده سنة 44 و400 من الهجرة. إذن توفي في فالنسيا، تسمى الآن فالنسيا في إسبانيا. نعم نعم. إذن ننتقل دكتور محمد خالد الرهاوي، مرحبا بك مجددا، إلى أبرز شيوخ ابن السيد البطليوسي وأبرز تلاميذته، نمر عليهم سريعا في تقريبا دقيقتين ونصف. تفضل دكتور. تماما. طبعا ابن السيد البطليوسي تلقى العلوم في البداية في بطليوس، فقرأ على علمائها وأدبائها، ومنهم وفي مقدمتهم أخوه أبو الحسن علي بن السيد الذي كان مقدما في علم اللغة وحفظها والضبط لها، وأخذ عنه أخوه ابن السيد هذا كثيرا من كتب الأدب وغيرها، كذلك علي بن حمدون المقرئ البطليوسي، وأيضا عاصم ابن أيوب الأديب البطليوسي صاحب شرح الدواوين الستة الجاهلية. هؤلاء أبرز الشيوخ في بطليوس. ثم انتقل إلى قرطبة وقد كانت تزخر بالعلماء والأدباء، فتتلمذ على يد عدد من أعلامها، في مقدمتهم أبو علي حسين بن محمد الغساني، وأيضا أبو الفضل البغدادي أخذ عنه شعر المعري، وكذلك أبو القاسم عبد الدائم القيرواني. هؤلاء أبرز أساتذته. بعد أن اجتمعت له أسباب العلم اتصل بأمراء عصره، لا سيما أمراء طليطلة، وفي مقدمتهم المأمون وابنه القادر بالله يحيى ابن المأمون، ثم دخل سرقسطة أيام المعتز بالله واتصل به وحضر مجالسه واستفاد طبعا من هذه المجالس. بعد ذلك انقطع عن الأمراء والملوك لأنه رأى في الوصال بهم مفسدة للعلم وللدين والدنيا، فانقطع للتدريس والتأليف، وكان له يعني خاصة في فالنسيا جمهرة كثيرة من طلبة العلم. في مقدمتهم أبو حفص عمر بن محمد القيسي الفالنسي صاحب الأحكام بفالنسيا، وكان فقيها حافظا ومفتيا. وأيضا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد العبدري البلنسي، وقد لازم البطليوسي زمنا طويلا، كذلك أبو علي حسين بن محمد بن عريب الأنصاري وقد أخذ عنه العربية والأدب. وأيضا أبو الحسين عبد الملك بن محمد القيسي المعروف بابن الطلاء، وكان أهل العلم بالحديث والمعرفة باللغة والأدب وعلم اللسان والأنساب، كذلك أخذ عنه أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن الصدفي، وأيضا منهم أبو الحسن علي بن عبد الله بن خلف الأنصاري المعروف بابن النعمة، وأبو الحسن علي بن عطية بن مطرف اللخمي، وكثيرون حقيقة تلامذة، وكتبه كثير منها مطبوع، وما يزال الناس يتتلمذون عليها وينهلون منها ويفيدون من هذه الكتب القيمة. أما قائمة الطلاب فتطول كثيرا جدا، هذه الأسماء أبرز تلامذته الذين ذكرتهم مصادر ترجمته.
نعم دكتور بوركتوم. إذن دكتور حمدي، ما مذهب ابن السيد العقدي والفقهي والنحوي واللغوي، وما أبرز أقوال العلماء فيه؟ نعم، ابن السيد البطليوسي من أهل السنة والجماعة، وكان في الفقه على مذهب الإمام مالك، وهذا هو ما يغلب على أهل الأندلس والمغرب. أما في اللغة والنحو فإنه كأهل العلماء أهل الأندلس الذين جمعوا بين يعني مذهبي أهل البصرة وأهل الكوفة، وأفادوا كثيرا من العلماء المدرسة البغدادية، فنستطيع أن نصنفهم بغداديين وإن كانوا ينزعون إلى أهل البصرة كثيرا. يعني أغلب المدارس التي كانت في مصر أو في بلاد الشام أو في المغرب العربي والأندلس، علماؤها كانوا يعني يتبعون النظام التوفيق بين الآراء المدرستين البصرة والكوفة، ويأخذون من العلماء البارزين من أهل بغداد كالزجاج والزجاجي وأبي علي الفارسي وابن جني، وتكون لهم آراءهم الخاصة، وهذا المنزع ينزعون فيه كثيرا إلى البصريين في النحو، لأن النحو منضبط كثيرا عند البصريين بخلاف الكوفيين. أما بالنسبة لأقوال العلماء فمن أقوالهم قال أبو نصر الفتح بن خاقان: شيخ المعارف وإمامها، ومن في يديه زمامها، لديه تنشد ضوال الإعراب، وتوجد شوارد اللغة والإعراب. وقال ابن بشكوال: وكان عالما بالآداب واللغات، مستبحرا فيهما، مقدما في معرفتهما وإتقانهما، يجتمع الناس إليه ويقرؤون عليه ويقتبسون منه، وكان حسن التعليم جيد التلقين ثقة ضابطة. نعم. وقال الضبي: إمام في اللغة والآداب، سابق مبرز، وتواليفه دالة على رسوخه واتساعه ونفوذه وامتداد باعه، وكان ثقة مأمونا على ما قيد وروى ونقل وضبط. نعم. ابن خلكان يقول بعد أن ذكر كتبه: وبالجملة فكل شيء يتكلم فيه فهو في غاية الجودة وله نظم حسن. نعم. الإمام الذهبي يقول: العلامة أبو محمد عبد الله ابن محمد بن السيد النحوي اللغوي، صاحب التصانيف، أقرأ الآداب وشرح الموطأ، وله كتاب الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، وكتاب الأسباب الموجبة لاختلاف الأئمة، وأشياء ونظم فائق. نختم بابن الجزري يقول: هو الإمام المشهور في اللغة والعربية. قال ابن عيسى: إنه قرأ عبد الله بن محمد بن خلف الداني عن قراءته عليه. طيب. رحمه الله تعالى. هنا دكتور محمد نمر سريعا على أبرز مؤلفات ابن السيد البطليوسي، كما تعلم هي كثيرة، نمر عليها سريعا باختصار ثم نفصل بعدها، تفضل. ابن السيد البطليوسي له كتب كثيرة قيمة، طبعا منها ما هو كتب، ومنها ما هو رسائل، وأيضا منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو مخطوط، ومنها ما هو مفقود. أبرز الكتب المطبوعة: الاسم والمسمى، رسالة طبعت بمجمع اللغة العربية بدمشق، وأيضا إصلاح كتاب خلل الواقع في الجمل، وكذلك الحلل في شرح أبيات الجمل، جمل الزجاجي. طبعا له أيضا كتاب مهم اسمه الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، شرح أدب الكاتب للمبرد، وأيضا له كتاب الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم، وهو مطبوع بدمشق عدة طبعات. وله كتاب أيضا بعنوان الانتصاري، ممن عدل عن الاستبصار، رد فيه على ابن العربي على اعتراضته على شرح شعر المعري، والكتاب مطبوع بالقاهرة. له أيضا كتاب الحدائق في المطالب الفلسفية العويصة العالية وفي الفلسفة، وهو مطبوع أيضا. له كتاب اسمه رسائل في اللغة، حققها وليد السراقبي، مطبوع في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات. له كتاب أيضا الفرق بين الحروف الخمسة، الضاء والضاد والذال والصاد والسين، وقد طبع في بغداد سنة 85.
وكذلك كتاب المسائل والأجوبة طبع في القاهرة، وكذلك له نشرة بتحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي. وهناك أيضا كتاب المثلث، وهو كتاب مهم جدا، طبع في بغداد أيضا سنة 81. هذه أبرز الكتب المطبوعة. أما الكتب المفقودة والمخطوطة فأبرزها أبيات المعاني لم يصل إلينا، لكن ذكره البغدادي في خزانة الأدب ونقل عنه، وكذلك كتاب الأسئلة، وذكر بروكلمان أنه مخطوط بمدينة فاس. كذلك كتاب التذكرة الأدبية ذكره القفطي في إنباه الرواة، وله أيضا جزء في علل الحديث النبوي ذكره ابن خير الإشبيلي، وله كتاب أيضا شرح إصلاح المنطق لابن السكيت، وكذلك شرح فصيح ثعلب، شرح فصيح الإمام ثعلب، وأيضا له شرح ديوان المتنبي، كذلك له شرح سقط الزند للمعري، وله شرح كتاب الكامل، وأيضا شرح كتاب الموطأ للإمام مالك، وله أيضا شرح المختار من لزوميات أبي العلاء المعري. كل هذه الكتب لم تصل إلينا، والغالب أنها شروح في معظمها، إضافة إلى عدد من الرسائل التي لم تصل إلينا، مثل رسالة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معها شعرا إلى مكة زادها الله شرفا، وله كتاب مسائل في العربية، وله قصيدة في رثاء ديك، وما إلى ذلك. حقيقة له كتب كثيرة جدا، وهذه أبرز المطبوعات والمخطوطات والمفقودات من كتبه. سنأتي على أبرز كتبه بالتفصيل إذن، ولكن فنتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة ديوان العرب. ستكون هذا الأسبوع مع الشاعر الأندلسي ابن زيدون الوزيري والكاتب والشاعر. ابن زيدون الوزير والكاتب والشاعر يعد من أبرز شعراء الأندلس، عرف بحبه لولادة بنت المستكفي، ومن أشهر قصائده: أضحت نائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا، شوقا إليكم ولا جفت مياقينا، نكاد حين تناجيكم ضمائرنا، يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا، وكانت بكم بيضا ليالينا، لا تحسبون نأيكم عنا يغيرنا، أن طالما غير النأي المحبين، والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم، ولا انصرفت عنكم أنانينا. ويا نسيم الصبا بلغ تحيتنا، من لو على البعد حيا كان يحيينا، يا روضة طالما أجنت لواحظنا، وردا جلاه الصبا غضا ونسرينا، لسنا نسميك إجلالا وتكريمة، وقدرك المعتلي عن ذاك يغنينا، إذا انفردت وما شوركت في صفة فحسبنا الوصف إيضاحا وتبيينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم في موقف الحشر نلقاكم وتلقونا، عليك منا سلام الله ما بقيت صبابة بك نخفيها فتخفينا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب من الرافدين. وذكروا بموضوعنا هذا الأسبوع: ابن السيد البطليوسي العالم النحوي اللغوي. وصلنا إذن إلى تفصيل في أبرز كتب ابن السيد دكتور، ونبدأ بالاقتضاب في شرح أدب الكتاب. تفضل دكتور. كتاب الاقتضاب هو شرح لكتاب أدب الكتاب أو أدب الكاتب لابن قتيبة المتوفى سنة 76 و200 من الهجرة. والأدب الكاتب أو أدب الكتاب أحد أركان الأدب الأربعة التي صنفها مشايخ ابن خلدون، كانوا يعدونها يعني أصولا لفن الأدب وأركانه، التي هي أدب الكاتب،
لابن قتيبة، والكامل للمبرد، والبيان والتبيل للجاحظ، والنوادر لأبي علي القالي، وما سوى هذه الأربعة يعدونها تبعا لها ويعدون فروعا عليها. وضع ابن قتيبة هذا الكتاب للكتاب، يعني بناء الكاتب الذي يكون من كتاب الديوان. نعم. وكتاب الديوان لهم درجة عالية، يعني الديوان الملك أو ديوان الخليفة لابد أن يكون الكاتب على مرتبة عالية من العلم. قام عالمنا بشرح هذا الكتاب، ومن صفات عالمنا ابن السيد أنه يذكر غرضه من الكتاب في خطبته، يقول في الغرض من كتابه هذا: غرضي في كتابي هذا تفسير خطبتي الكتاب الموسوم بأدب الكتاب، وذكر أصناف الكتبة ومراتبهم وجل مما يحتاجون إليه في صناعتهم، ثم الكلام بعد ذلك على نكت من هذا الديوان يجب التنبيه عليها وإرشاد قارئه إليها، ثم الكلام على مشكل إعراب أبياته ومعانيها، وذكر ما يحضرني من أسماء قائليها. هذا في الخطبة. في الخطبة. أما في الكتاب يقع في ثلاثة أجزاء. الجزء الأول شرح فيه خطبة الكتاب. طبعا وله على الخطبة كلام، يعني بعد أن شرح الخطبة أتبع الشرح بذكر أصناف الكتاب وما يحتاج إليه كل صنف مما يخص مرتبته وما يتصل بذلك مما أغفله ابن قتيبة. نعم. الجزء الثاني من الاقتضاب تناول فيه ابن السيد ما غلط فيه واضع الكتاب أو الناقلون عنه وما منع منه وهو جائز، وقد فصل ابن السيد نهجه وعمله في هذا الجزء. طبعا قسم الأغلاط، أغلاط ابن قتيبة قسمها أربعة أقسام. نعم. قسم الأول: مواضع غلط فيها فأنبه على غلطه، هذا كلامه. نعم. القسم الثاني يقول: أشياء اضطرب فيها كلامه فأجاز في موضع من كتابه ما منع فيه في آخر. القسم الثالث: أشياء جعلها من لحن العامة وعول في ذلك على ما رواه أبو حاتم عن الأصمعي وأجازها غير الأصمعي من اللغويين كابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني ويونس وأبي زيد وغيرهم، وكان ينبغي له أن يقول: إنما ذكره هو المختار أو الأفصح، أو يقول: هذا قول فلان. وأما أن يجحد شيئا وهو جائز من أجل إنكار بعض اللغويين له فرأي غير صحيح ومذهب ليس بسديد. نعم دكتور. هذه نكتة يجب أن يتنبه إليها الباحثون في الدراسات العليا، أن الإنسان إذا قال رأيا معينا فعليه أن ينسبه إلى قائله. صحيح. ما دام لهذا الرأي يعني مخالفون آخرون فيه من العلماء من يقول بخلاف هذا الرأي أو بصحة هذا الرأي، وهذا العالم الذي أخذ برأيه يقول بغير ذلك. نعم. عليه أن ينبه ولا يحجر على أقوال العلماء الآخرين أو أن يخفيها، هذه. نعم. يعني نقطة لابد من. القسم الرابع: مواضع وقعت غلطا في رواية أبي علي البغدادي المنقولة إلينا فلا أعلم أهي غلط من ابن قتيبة أم من الناقلين عنه. دكتور لو سمحتم بهذا. نعم. القدر. والدكتور محمد، حدثنا إذن عن كتاب آخر مهم لابن السيد ألا وهو رسائل اللغة. تمام. طبعا ابن السيد في كتاب هذا رسائل اللغة امتاز بسعة الرواية والدقة والموضوعية والإحاطة والشمول، وأيضا التفت إلى مقاصد المتكلم دون التعويل على الأصول الصناعية فقط، وكذلك امتاز بالذهنية العلمية والنقدية. أما موضوع الكتاب فجملة من القضايا الأدبية واللغوية والنحوية والفلسفية عالجها معالجة تقوم على الاستقصاء والتعمق والمناقشة والأخذ والرد. منهج الكتاب كان يبدأ ابن السيد المسألة بعرض سؤال أو أسئلة عرضا مركزا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الإجابة عنها، فيقسمها إلى أبواب أو فصول حسب عدد الأسئلة، ثم يعرض لآراء الأئمة من علماء اللغة والأدب والنحو عرضا مجملا، ثم يبدأ بمناقشة هذه الآراء رأيا رأيا. جميل.
اعتمد ابن السيد في هذا الكتاب على مصادر كثيرة، منها ما هو لغوي ومنها ما هو فلسفي وأيضا على أقوال علماء، مثل من الكتب معجم العين للخليل ابن أحمد الفراهيدي وكتابه سيبويه ونوادر أبي زيد الأنصاري والكامل للمبرد وكتاب الحروف للفارابي وغير ذلك. أما أبرز العلماء الذين اقتبس من أقوالهم فعيسى بن عمر بن عمر الثقفي وأيضا أبو عبيدة وكذلك الخليل ويونس وأبو زيد والكسائي والفراء وغيرهم. أما الفلاسفة فأبرزهم أرسطو طاليس وأفلاطون وغيرهما من الفلاسفة. شواهد الكتاب، الكتاب استشهد بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وبالشعر وبأقوال العربي والأمثلة التي يستعملها النحاة في كتبهم. فمثلا في مسألة ربا وحدها استشهد بخمس آيات و69 بيتا من الشعر وخمسة أو ست أمثلة من أمثلة النحاة التي يتداولونها هذا في مسألة واحدة إضافة إلى أربعة أقوال من أقوال العرب. نعم في مسألة واحدة وهي ربا، هذه في مسألة ربا فقط. نعم. الكتاب طبعا ضم 18 رسالة في الأدب واللغة والنحو والفلسفة. وأبرز عناوينها أو الأولى كانت جواب المسألة الأولى جواب اعتراض ابن العربي على شرح ابن السيد لديوان أبي العلاء المعري. وأيضا له رسالة في الفرق بين الاسم والمسمى وقد طبعت في مجمع اللغة العربية كما ذكرنا قبل قليل. أيضا له رسالة في تحقيق لفظ ربا، كذلك له رسالة في الوقف على الولاية في قوله تعالى الولاية لله الحق في سورة الكهف. له أيضا في تحقيق المثال المشهور ضرب ضرب زيد عمرا الذي يستعمله النحاة بكثرة ولا تجد بابا من أبواب النحو إلا ضرب زيد عمرا أو ما إلى ذلك. صحيح. في قولي أيضا الرسالة السادسة في قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه في سورة يوسف. وكذلك السابعة في تحقيق الدواء المعروف بحب الملوك كأنه كان يعرف بالطب. كذلك رسالة الثامنة في الفرق بين النعت وعطف البيان والبدل وكثيرا ما تلتبس هذه المباحث أو هذه التوابع. أيضا له رسالة التاسعة في تحقيق معنى بعض الأبيات والعاشرة في تحقيق بعض الأمثال والأبيات. طيب. والرسالة الحادية عشرة في تحقيق بعض الأبيات أيضا. نعم هذه أمثلة يعني على الرسائل. نعم دكتور هذه أمثلة. نعم على الرسائل. هناك مسألة باختصار. أيضا وقع نزاع فيها بين المصنف وابن الصائغ النحوي المشهور. كذلك له رسالة أيضا في جمع أمهات. طبعا جمع هو جمع سماعي والجمع القياسي أمات. نعم. له رسالة أيضا في قوله تعالى يستفتونك، ورسالة أيضا في تحقيق القول في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، وله أيضا رسالة شهد الله أنه لا إله إلا هو. نعم. وكذلك رسالة في تحقيق أو في ترتيب الموجودات عن السبب الأول. وهناك رسالة الأخيرة ختم فيها بجواز العطف أو تصحيح عطف جملة التصلية على الحمد لله. يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم بارك الله بكم دكتور. هذه أبرز محتويات الكتاب أو الرسائل التي ضمنها في كتابه رسائل اللغة. إذن ننتقل إلى كتاب آخر دكتور حمدي ونرجو منك الاختصار، كتاب الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم. يعني هذا من الكتب المهمة التي تبين لنا ما الأسباب التي دعت العلماء المجتهدين إلى الاختلاف. ونحن نعلم بأن اختلافهم كما يقولون كما يقول العلماء اختلاف العلماء رحمة. لماذا؟ يعني هنا يذكر الأسباب، أسباب اختلاف العلماء المجتهدين، وصنفها إلى ثمانية أوجه. اشتراك الألفاظ، السبب الأول اشتراك الألفاظ والمعاني. السبب الثاني في الاختلاف الحقيقة والمجاز. السبب الثالث الإفراد والتركيب. السبب الرابع الخصوص والعموم. السبب الخامس الرواية والنقل. السبب السادس الاجتهاد فيما لا نص فيه. السبب السابع الناسخ والمنسوخ. السبب الثامن الإباحة والتوسع. هذه الأسباب يعني تجعل العلماء يختلفون يعني مثلا الاشتراك في اللفظ، يعني مثل قروء
القرء بمعنى الحيض ومعنى الطهر، منهم من يقول بمعنى الحيض فيفتي بأنه ثلاث حيض، والطهر ثلاثة أطهار. بهذه الكيفية يحدث الاختلاف، يبقى الاختلاف في فهم النص من حيث اللغة. وركز كثيرا على الأسباب اللغوية الأربعة الأولى، وقصر في موضوع الرواية، وكان لكتاب أو لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام كأنها تكملة لهذا الكتاب، لأنه اهتم فيها عن موضوع الرواية والنقل أكثر من الاهتمام اللغوي. ولذلك أسباب اختلاف العلماء نستطيع أن نرجعها إلى أمرين أو إلى أصلين أساسيين. الأصل الأول الخلاف في ثبوت النص، وهذا خاص بالحديث والرواية. السبب الثاني الخلاف في فهم النص، سواء أكان قرآنا أم سنة، بحسب قواعد اللغة وأوضاعها المعروفة. فجميع الأحكام بالنسبة للقرآن الكريم، جميع طبعا القرآن الكريم ثابت لا مرية في ذلك ولا شك في ذلك، لكن الاختلاف يكون في من حيث الفهم. من حيث اللغة. صحيح. بأقل من دقيقة إن سمحتم دكتور، حدثنا عن كتاب آخر مهم، إصلاح الخلل الواقع في شرح الجمل. طبعا كتاب الجمل للزجاجي متن تعليمي أثار حركة علمية أو حركة من التأليف واسعة جدا، كتب ما يقرب من 120 كتابا حوله. ابن السيد له كتابان على الجمل، الأول إصلاح الخلل والثاني الحلل في شرح أبيات الجمل. طبعا كان هدفه من هذا الكتاب الذي طار في الشهرة طارت شهرته في الآفاق أنه كان مختصرا موجزا، وكان الغرض منه أن يبين الخلل الذي نتج نتيجة الإيجاز أو الذي نتج عن الإيجاز. وقد كان الزجاج قد أفرط في الإيجاز والاختصار ورمى بالكلام على عواهنه، غير منتقد لمساوئ القول ومحاسنه، لذلك كان الغرض من تأليفه التنبيه على هذه الأغلاط. طبعا لم يكن غرضه أيضا استيفاء كما يقول في المقدمة، استيفاء كل أنواع العلم وأقسامه، وإنما كان الغرض التنبيه على أغلاط الزجاجي في هذا الكتاب وما اختل من كلامه، فلأنه كما يقول ابن السيد أصل أصولا لا تصح مع الاعتبار، واختار أيضا أشياء ليست بالمختارة. دكتور هذا هو الغرض. أعتذر منك، سأعود إليك مرة أخرى لأن الوقت قد انتهى، وبنصف دقيقة دكتور، كتاب مهم يحتاج، أنا أعلم، كتاب المثلث لابن السيد من أهم كتبه، لكن نحاول أن نلخصه، تفضل. المثلث لابن السيد، طبعا معنى المثلث عرفه قطرب الذي يعد أول من كتب في هذا الأمر اللي هو موضوع المثلث. قطرب نعم، محمد بن المستنير المتوفى سنة 600 من الهجرة. صحيح. يقول اسم يرى في الكتابة واحدا ويصرف على ثلاثة أوجه، يعني الفاء إما الفاء بالفتحة أو كسرة أو ضمة، أو العين بفتحة أو كسرة أو ضمة. هذا معنى يصرف على ثلاثة أوجه يعني. ولذا ذكر ابن السيد أن المثلث ما اتفقت أوزانه وتعادلت أقسامه ولم يختلف إلا بحركة فائه فقط أو بحركة عينه فقط، أو كانت فيه فتحتان تقابلان كسرتين وضمتين، اتفقت في المعنى أو اختلفت. يعني مثلا الحب والحب والحب، الغمر والغمر والغمر، نعم نعم، يوسف ويوسف ويوسف، نعم، مثلثة السين. هذا الكتاب طبعا أول من تكلم فيه وكتب فيه قطرب، وكتبه كتابا نثريا، ثم نظمه بعد ذلك من العلماء من نظمه المنظومة التي نسمعها كثيرا عند أخواننا المغاربة التي يحفظونها. صحيح. نعم. ومن الكتب التي يعني فيه كثير من الكتب التي ألفت بعد ذلك في المثلث، ومن هذه الكتب إكمال الأعلام بمثلث الكلام لابن مالك. نعم. أنا أريد آخر جملة دكتور، كتاب ابن السيد. نعم. بعد الخطبة والكذا يعني نبه على ما وقع فيه قطرب من أخطاء وتفاداها، ونعم صححها، ووضع منهجا معينا والتزم به، وذكر في هذا الكتاب من المثلث مختلف المعاني عدد الألفاظ
695 لفظا ما شاء الله، ومن المتفق المعاني 188، يعني المجموع من الألفاظ المتفق والمختلف. نعم المتفق والمختلف، نعم 883 لفظة. نعم دكتور جزيت خيرا. إذن دكتور محمد بأقل من نصف دقيقة، آخر كتاب الفرق بين الحروف الخمسة، لخصوا لنا ومتفضلا. نعم طبعا هذا الكتاب قصد فيه ابن السيد تنبيه على الأغلاط التي يقع فيها كثير من خواص الناس فضلا عن عوامه. الحروف الخمسة هي الظاء والضاد والذال والسين والصاد، وجعله في خمسة أبواب: باب الظاء والضاد والذال، وباب الظاء والضاد، باب الظاء والذال، باب الضاد والذال، ثم باب الصاد والسين. وركز فيه على المستعمل المشهور وترك المهجور. من الأمثلة الموضحة لذلك مثلا العظم بالضاء، يقول واحد العظام، والعظم خشب الرحل، وعظم الشيء نفسه، ويقال على بالجارية عظم إذا شبت شبابا سريعا. والعظم بالضاء بالضاد مقبض القوس، والعظم الخشبة ذات الأصابع التي تضر بها الحنطة، وعظم الفدان أيضا لوحة عريضة أو لوحة العريض الذي في رأس الحديد التي يحرث بها الأرض. قل والعظم بالذال مصدر عظم الفرس على رأس اللجام إذا عض عليه، ومصدر عظمه بلسانه إذا لامه. ثم يقول وقياس هذا الباب أن الضاء مستعملة فيما كان معناه راجعا إلى الشدة أو معنى الجلالة والزيادة في جسم أو حال، والضاد مستعملة فيما جرى مجرى الآلة التي تستعمل، والذال مستعملة في معنى العض. كذلك مثلا الحظ والحظ والحذ، يقول الحظ بالضاء النصيب، والحظ بالضاد مصدر حظظت الرجل على الأمر إذا أغريته به، والحذ بالذال القطع السريع. نعم يقول وقياس هذا الباري. دكتور أعتذر منك وانتهى الوقت، وأشكرك الشكر الجزيل في ختام موضوعنا. إذن مشاهدينا الكرام نشكر عبر سكايب من الدوحة دكتور محمد خالد الرهاوي الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية في جامعة قطر، شكرا جزيلا لكم دكتور محمد. شكرا أهلا وسهلا ومرحبا بكم، شكرا حياكم الله. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع وقفة قصيرة وفقرة من الذاكرة، عنوان هذا الأسبوع البطليوسي وكتابه المثلث. عجيب، ما لك لا تجيب؟ وكيف أجيب أنا لا أرى الشيء الذي تسألني عنه؟ سأصفه لك، بيت جميل، وواجهة البيت مليئة بالمثلثات. إذن هذا هو بيت ابن السيد البطليوسي، بني له على هذا النحو تخليدا لكتابه المثلث. المثلث؟ وهل البطليوسي عالم نحو أم مهندس؟ إنه عالم نحو ولغة، وكتابه المثلث يعرض كل كلمة تقرأ على ثلاثة أوجه، مثلا بشر بشر بشر. وماذا يعني البشر والبشر والبشر؟ البشر بالفتح هو مصدر الفعل بشر يبشر بشرا، بشرت الجلد قشرته. والبشر؟ البشر بالكسر طلاقة الوجه، يقال بشرته ببشر حسن. هذه عرفتها. والبشر؟ والبشر بالضم جمع بشير، كلمة بشير تجمع على بشر وبشر. أحسنت يا بصير أحسنت. وعن البشر قال الأبيرج بن المعتذر: كأن لم يصاحبنا بريد بغبطة ولم تأتنا يوما بأخباره البشر. كيف حالك يا ابن السيد البطليوسي؟ على أحسن حال والحمد لله. تفضل تفضل. أهلا
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لسان العرب من الرافدين. ها قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، وعنوانها هذا الأسبوع أثر اللغة في اختلاف العلماء عند ابن السيد البطليوسي، الجزء الأول. ونبدأ مشاهدينا الكرام من قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا في المائدة الآية 33. دكتور، إذن السؤال هنا في هذه الآية الكريمة، ما دلالة أو في الآية التي تكررت أكثر من مرة، وما أثرها في الاختلاف الفقهي دكتور؟ هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ابن السيد البطليوسي يذكر سببا من أسباب اختلاف العلماء، وهو الفهم في النص، يعني الاشتراك في لفظ معين يؤدي إلى الاختلاف في الحكم الفقهي. فعندنا أو من المشترك اللفظي، نعم، لأنها تأتي للتخيير وتأتي للإباحة وتأتي للتفصيل وتأتي للإبهام وتأتي للشك وتأتي لغير ذلك، كل ذلك في أو نعم العاطفة. نعم، هنا ذكر رأيين، قال ذهب قوم إلى أن أو ها هنا للتخيير، كالتي من قولك جالس زيدا أو عمرا، الأصل أن تكون بعد الطلب، التي للتخيير، للتخيير بعد الطلب بعد، نعم، لكن هنا قال ولذا قال كالتي من قولك جالس زيدا أو عمرا. فقالوا السلطان مخير في هذه العقوبات، يفعل بقاطع السبيل أيها شاء، وهو قول الحسن البصري وعطاء، وبه قال مالك رحمه الله تعالى. هذا في التخيير. في التخيير، نعم. ذهب آخرون من العلماء إلى أن أوها هنا للتفصيل والتبعيض، فمن حارب وقتل وأخذ المال صلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وهو قول أبو مجلز أو مجلز وحجاج ابن أرطاء عن ابن عباس، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى، واحتجوا بحديث تعضيدا لهذا رواه عثمان وعائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان الردة، أو قتل نفس بغير حق. هنا هذا تفصيل وتبعيض، يعني نعم تفصيل وتبعيض، واحتجوا بنص آخر ليقووا هذا الرأي. ثم احتجوا بقول من اللغة، قالوا العرب تستعمل أو للإفراد والتفصيل، فيقولون اجتمع القوم فقالوا حاربوا أو صالحوا، أي قال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا. جميل هذا الرأي. نعم نعم، فيعني يحتمل هذين الرأيين وأكثر. هذا هو موضوع اختلاف العلماء. اختلاف العلماء، السبب في اختلاف العلماء، نعم، اللغة، نعم، 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 أو لها معنى كذا أخذ به بعض العلماء، وبمعنى كذا أخذ به البعض الآخر، وهذا ما وضحه ابن السيد رحمه، نعم، الله، نعم، نعم. أيضا نبقى في ابن السيد واختلاف العلماء في قوله تعالى: ولا يضار كاتب وشهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، في البقرة. السؤال هنا، هل يضار على وزن يفاعل دكتور أم يفاعل؟ وما معنى ذلك في ذلك الاختلاف، ما المعنى يعني؟ طبعا لا، قبل أن ندخل في التفصيل ابن السيد نوضح جزئية يسيرة. لا ناهية، يضار إما يضارر أو يضارر، يعني هنا ليست نافية غير لا عاملة، ناهية، هنا ناهية، نعم، جازمة. لا يضار يعني لا يضارر أو لا يضارر، ثم تم إدغام الراء في الراء فصارت مشددة وبالفتح للتخفيف، لأن يعني في الأصل هذا الفعل المضارع مجزوم، مجزوم، نعم، لا. يعني لذا يقول قال قوم مضارة الكاتب أن يكتب ما لم يمل عليه، ومضارة الشهيد أن يشهد بخلاف الشهادة. هنا المعنى بكسر الراء يضارر. الآخرون قالوا مضارتهما أن يمنعا من أشغالهما ويكلف الكتابة والشهادة في وقت
يشق ذلك فيه عليهما، هنا بمعنى بفتح الراء يضارر، يعني يفاعل هنا الوزن يفاعل الصرفي والتي قبلها يفاعل. نعم. يقول ابن سيد: وإنما أوجب هذا الاختلاف أن قوله ولا يضار يحتمل أن يكون تقديره ولا يضارر بفتح الراء، فيلزم على هذا أن يكون الكاتب والشهيد مفعولا به ما لم يسمى فاعلهما. وهكذا كان يقرأ ابن مسعود بإظهار التضعيف وفتح الراء، ويحتمل أن يكون تقدير أن يكون تقديره ولا يضارر بكسر الراء، فيلزم على هذا أن يكون الكاتب والشهيد فاعلين. وهكذا كان يقرأ ابن عمر بإظهار التضعيف وكسر الراء. تفصيل جميل. نعم، وهو الأصل الموضوع هو الصرف، يعني موضوع نعم موضوع صرف. ما هو المرتبط بالمعنى والتفسير، يعني سواء نحو أو صرف أو معنى لغوي في النهاية لغة. نعم، نأخذ آية أخرى دكتور إن سمحتم. كان في أقوال أخرى للعلماء لكن نأخذ آية أخرى. نعم، بقيت دقيقتين ونصف تقريبا. في قوله تعالى: مشاهدين الكرام، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. هذا في النساء. السؤال هنا، الفعل ترغبون دكتور في الآية هو متعد بالحرف في أم الحرف عن؟ يعني ترغبون في أن أم ترغبون عن أن؟ معروف بأن الفعل رغب يتعدى بفي للمدح وعن للذم. يعني رغبت في الشيء يعني أحببته. نعم. ورغبت عنه يعني كرهته. رغبت عنه كرهته. نعم. صحيح. نعم. فلذا هنا، هل المقصود هنا ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهن، هل المقصود ترغبون في أن تنكحوهن أم ترغبون عن أن تنكحوهن؟ هذا هنا حدث الاختلاف. قال ابن السيد: قال قوم معناه وترغبون في نكاحهن لمالهن، وقال آخرون إنما أراد وترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وقلة مالهن. جميل، يحتمل المعنيين. نعم، في نصف دقيقة دكتور. طيب، هو الراجح في جزئية في نعم نعم في الترجيح هذا. القرطبي يقول بعد الحديث عن الاختلاف في تقدير حرف الجر، قال: وحديث عائشة رضي الله عنها يقوي حذف عن، فإن في حديثه وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال. فالراجح عن. إذن انتهى الوقت مشاهدينا الكرام. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة غيرسون التركية. بارك الله بكم أستاذنا. شكرا الله فيكم وجزاكم الله خيرا. مسك الختام مشاهدينا سيكون مع فقرة سيرة عالم، وستكون هذا الأسبوع مع ابن السيد البطليوسي العالم النحوي اللغوي. في رعاية الله. ابن السيد البطليوسي النحوي اللغوي هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي، والسيد الأسد في لغة هذيل وفي غيرها اسم الذئب. وبطليوس مدينة كبيرة بالأندلس تقع اليوم على الحدود الشرقية للبرتغال. نشأ ابن السيد فيها وتلقى تعليمه على كثير من علمائها وأدبائها، منهم أخوه أبو الحسن علي بن السيد. كان ابن السيد يوصف بالشيخ الأستاذ والشيخ الإمام والفقيه الأستاذ لسعة اطلاعه ورسوخه في العلم وتضلعه من المعارف. قال عنه الفتح بن خاقان: شيخ المعارف وإمامها، ومن في يديه زمامها، لديه تنشد ضوال الأعراب وتوجد شوارد اللغة والإعراب. وقال عنه الضبي: إمام في اللغة والآداب سابق مبرز، وتواليفه دالة على رسوخه واتساعه ونفوذه وامتداد باعه، وكان ثقة مأمونا على ما قيد وروى ونقل وضبط. مؤلفات ابن السيد كثيرة ومتنوعة، منها المثلث في الألفاظ التي وردت على ثلاث حركات بمعان مختلفة، الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، وهو شرح لكتاب أدب الكاتب أو الكتاب لابن قتيبة، رسائل في اللغة، يضم 18 رسالة في الأدب واللغة والنحو والفلسفة،
الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم، وإصلاح الخلل الواقع في شرح الجمل للزجاجي، والفرق بين الحروف الخمسة وهي الظاء والضاد والذال والسين والصاد. توفي ابن السيد البطليوسي رحمه الله سنة 21 و500 للهجرة بمدينة بلنسيا.